انطلاقة من برناوي يرسل كرة خلف الدفاع إلى معاذ فقيه بالرأس من معاذ ووصلت عند حارس المرمى. قدم اللاعب الهداف والاسم الشاب المميز مع الهلال في خط المقدمة. الحديث عن التي لم تحقق الفوز حتى الآن في أي جولة من المسابقة. يا سلام وعفقه عرضية محاولة هي جول. كيف ضاعت هذه الكرة الماضية؟ شوف العرضية فقيه بهذه اللقطة وهذه اللمسة وهذه الرس. يا أشرف أشرف هو من خلص الكرة. الهدهود يرسل كرة معاذ فقيه استلام معاذ مع مصطفى برناوي مرتا قدم عرضية محاولة خطرة هي جول. كريم أشرف كريم أشرف كانت قريبة على تنفيذ هذه الكرة. يرسل كرة عرضية يبحث عن زميله لكن إبراهيم مساندة وعودة فهد زياد بجانب الهدهود. مرور من معاذ فقيه عرضية القحطاني بالرأس خطيرة والتغطية موجودة ما زالت القحطاني ولكن تغطية محمد السبيعي بجانب فهد الجزاني. كرة ثابتة معاذ فقيه معاذ على التنفيذ يرسل كرة عرضية يبحث عن راسية ولكن مرت الخطورة ما زالت مستمرة. محمد القحطاني يا سلام يا سلام عرضية والخطورة. الهلالية الآن على يسار غازي حارس مرمى فريق جدة تلعب الآن الكرة عالية عرضية خطرة وأمامية وتتخلص من حارس المرمى وتعود مرة أخرى ما زالت مستمرة وبتنظيم رائع كرة اللعب محاولة المرور من معاذ فقيه اللي عدى فيها لعبها جميلة أمامية لكنها طويلة طويلة. أمامية لفريق جدة وسام يحاول المرور والتغطية موجودة بشكل مميز من الشباك الهلالية. كرة اللعب أمامية عالية على الجهة اليسار لمصلحة الهلال لمعاذ فقيه يحاول المرور ممكن يعدي فيها حاول ولكن في النهاية إلى ركنية. مساعد المدرب في
جدة مساعد مدرب لمحفوظ حافظ. حقيقي يلعبها على اليمين، محاولة المرور من سيف والتغطية كانت في كرة اللعب الآن على الجهة اليمين لصالح فريق جدة، لكن تطول وبالتالي يطلع بالسالب، سالب 13 هدف. بعد ذلك الوحدة في مركز